فالشاهد في الأمر أنا ذكرت هذه المسألة لأنه تاريخ هذه المنطقة يستحق أن يدرس قديم، وما فيه تاريخ مصر قديم، لكن المنطقة دي صار إنها أقدم من مصر. دي الحكاية اللي بتبدأ يكتشفوها المؤرخين الآن، لكن اللي بيشعروا بها الناس نفسهم. يعني أنا من الأسئلة اللي كنت أسألها نفسي إنه في هذه المباني الضخمة مثل أهرام البجراوية، مثل المصورات الصفراء، مثل المصورات النجعة، هذه لماذا اختفت الآثار؟ هل ماتت الأمم اللي كانت موجودة هنا وما خلفتها إلا أمم تستطيع أن تبني بس القبة؟ لأن البناء الوحيد الموجود في السودان هو القبة، والقبة عبارة عن بناء الحطب تحول إلى بناء طوب وإلى حجر. لكن من الأشياء الباقية في السودان الآبار، وفعلا في آبار كأنها معجزة، وفي هذه القبب، وهذه شيء متأخر جدا. يوجد أشياء تدل على أنه الأمم اللي كانت هنا ما اختفت وما هلكت، إنما جاءت فترة ضعف وغلبوها غيرها من الأمم، لكن احتفظت هي بأشياء، والأشياء اللي احتفظت بها غريبة لافتة للنظر. من الأشياء اللي احتفظ بها في السودان ثوب السرتي. ثوب السرتي اسمه يدل على أنه جاء من الهند، من بلد السرت، وهو حرير. والسودان ما فيه توت تأكل منه دولة القز، معناه هو جاء من الهند، معناه بيجي بالبحر من هناك. ثوب السرتي مهم جدا في السودان لأنه هو ثوب العروس، وهو في نفس الوقت ثوب الجنازة. الميت يكسى يضع عليه سرتي، ولذلك المغني السوداني قال يا سرتي بحباك يا الفوق الناس تباك، إن جانا الموت ما يكفيوني بلاك. طبعا هذا غزل، هو بيقصد أنا لازم أكون معاك أنت، لأن سرتي حق العروس وحق الجنازة، فهو ربط بين المعنيين. سرتي بحباك الفوق الناس تباك، إن جانا الموت ما يكفنوني براك، يعني ما يكفنوني بدونك، لابد أن أكون معك طول المدة. فهذه واحدة. الشيء الثاني إنه الريحة اللي تصنع للعروس من الودك، لكن يسلى هذا الودك وتدخل فيه أنواع من الطيب الهندي، من الصندلية والمحلبية وغيرها، لكن في نوع اسمه الضفر، وهو عبارة عن ضفر حيوان بحري. الحيوان البحري ده توجد منه أنواع، منه نوع موجود في البحر الأحمر استعملوه الناس الآن بكثرة، وفي نوع موجود في المحيط الهندي بعيد جدا في الجزائر اسمها المالديف آيلاندز، تبعد على 200 ميل من شاطئ أفريقيا. النوع اللي كان في المالديف آيلاند هو اللي كان النوع المطلوب، هو المعتبر أجود، إلى الآن معتبر أجود. قيمة هذا الظفر لما سألنا عنها الذين يعلمون لماذا يؤتى بشيء طفر فيه عفونة لكي تنظف هذه العفونة ويقلع بعد ذلك حتى يخرج منه بعض الريحة، لماذا هذا التعب؟ فعرفنا من الناس اللي بيعرفوا إنه سألنا النساء أولا قالوا ده فحل الريحة، يعني أهم شيء في الريحة كما تقول هو فحل الشعراء. بعدين سألنا بعض الناس اللي لهم معرفة بالصيدلة وبالكيمياء قالوا إنه بريزيرفاتيف، هو حفاظ، يعني هذا الضوء لما يقلع ويخلط يحتفظ بالأدهان الموجودة في خليط الريحة لمدة سنة وأكثر، ما تتغير. طيب يبقى هؤلاء الناس البدو اللي انقطعت في الظاهرة الصلة بيناتهم وبين هذه المباني الضخمة، بقي شيء عندهم اللي هو هذا الريح اللي يحتفظ الطيب الذي يدخل للعروس وللأعراس، وفيه كل هذه الأشياء الغالية، ويأتي من الهند ويأتي من بحار الهند البعيدة إلى يومنا هذا.